تاني من الوسواس زي ما يقول الإمام الغزالي من جانب إيه؟ الشهوات وهيجانها. فما بان للعبد منها علما يقينا، هنا بحسب إيه؟ قوة العلم. يبقى الأولى اللي هو التمييز بحق من حيث المجاهدة، يعني اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، من حيث المجاهدة لما يجاهد نفسه ويغلب الآخرة على الدنيا، يبقى هنا ايه؟ الذكر يؤثر. اذا ترك لنفسه هواها وضعفت مجاهدته لنفس مجاهدة نفسه، فايه؟ يبقى الوسوسة هي اللي تغلب. المعيار الثاني في انواع الوسوسة ان من جهة الشهوات وهيجانها بحسب علم الانسان، كلما كان علمه يقينيا وقوي يقوم ايه؟ يغلب جانب الحق، فالذكر هو اللي يكون مسيطر وتأثيره هو الاقوى. ده علم ايه هنا يا مولانا؟ ده علم السلوك. ايوه علم السلوك. علم السلوك اللي هو العلم بالنفوس. لكن اذا كان علم الانسان ضعيف مش يقيني، لان العلم اليقيني يعني ايه؟ لما يكون متحقق ان الاخره اقرب اليه من الدنيا، ان يكون ما عند الله في الغيب اوثق اليه مما بين يديه، لما يكون مطمئن وواثق بالله تعالى أنه أقرب إليه من حبل الوريد، إذا هو يقول يا ربي يبقى متيقن أن الله أسبق من قوله يا رب.